تقدم قناة كبيرة رائع جدا، وحابة تقولي ايه في اليوم ده؟ النهاردة يوم عظيم بكل المقاييس. طبعا تكريم امي شرف ليا وشرف لبنتي وده شيء عظيم، ولكن النهاردة تكريم الطبيب اللي داخل مستشفى العزل اللي ضحى ببيته وبأسرته واستشهد في سبيل تأدية واجبه والقيام فعلا بالقسم اللي هو اقسمه انه هيكون قد المسؤوليه، وهو كان انا النهارده فخوره قوي برضه بيه بالارواح دي، لان دي ناس راقيه قوي 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 قوي. وبحيي كل الاطباء الاحياء الموجودين دلوقتي في مستشفيات العزل اللي قايمين بدورهم، زي ما قلت المرض ده بيفصلنا عن اغلى الناس. يعني انا طلبت اني اشوف ماما، قالوا لي لا ما ينفعش. قلت لهم طب ما انتوا اهو جنبها ولابسين، قالوا احنا غير. فكلمه احنا غير دي لو كل واحد توقف عندها هيعرف ان الطبيب غير، وان النهارده تكريمهم ده شيء واجب علينا كلنا. بشكر كل القائمين على المهرجان النهارده وعلى التكريم يوم الشهيد. بشكر الدوله، بشكر الاطباء، بشكر كل المنظومه الصحيه في مصر، لان قايمين بدور عظيم. كانت القناه رجاء جدا ومن اوائل الناس اللي ماتوا بسبب الفيروس ده وحذرت كتير منه، فكلمتها عنه ايه او خبرت الناس؟ طبعا هي كانت بتحذرنا التحذيرات اللي المفروض كلنا نلتزم بيها، وبعد كده ربنا برضو اللي بيحفظ، اللي هو المسافات، الابتعاد، نعتزل شويه الحياه اللي فيها صخب وزحمه لو كان هيبقى بالماسك. يعني كان دي طلباتها، وكانت دايما تشاور لي حتى بعد ما اتحطت على الاجهزه ان نلبس الماسك. فربنا ينجينا وينجي البشريه كلها من المرض ده. في اعمال كثيره تعرضت بعد وفاه القناه الكبيره بعد الدوله، اخرهم في فيلم لسه هينزل كمان. لسه انت احساسك ايه والاعمال؟ لا احساسي سعاده رهيبه. انا عايزه اقول لك ان انا كان ساقط مني تماما موضوع عز الولد ده من الاحداث ومن الضغط وبتاع، لما شفت التريلر مش قادره اقول لك مستنياه ازاي وسعيده بيه قد ايه. حاسه انها في وسطنا، احنا قربنا على سنه، ولكن موجودة بحبكم. بعد الكلام كتير انتشر على السوشيال ميديا ان كان في اهمال لقبل الفنان رجاء الجداوي، في بعض الحشرات منتشره حواليك، الكلام ده مفيش اي حاجه من دي. بالعكس انا بشكر كل بني ادم قدر يعمل شيء لامي، يعني على راسي لغايه لما انا كمان اموت. مين اقرب الناس كانوا في الايام الاخيره كانوا بيتواصلوا معاها، واوصل بايه قبل ما تموت؟ ملهاش وصيه معينه غير ان نخلي بالنا من المرض ده، ولكن اللي بيتواصل كان الكل، ولكن هي اعتزلت البشر في اليوم الستاشر تقريبا، ما بقتش بترد غير عليا انا وروضة بنتي، واوقات كانت تتصل بمحمد. يعني كان ليها فكر معين في الفترة دي. لما بتوحشك بتعملي ايه؟ بعيط. بس هي موجودة، انا معتبراها موجودة، بفتح البرامج اللي هي بتسجلها اللي هي فيها رجاء الجداوي. يعني الادوار بتبقى الشخصيات، لكن لما بفتح برامجها بحس انها لسه موجوده. حابه تقوليها ايه النهارده؟ تكريمها ده اللي هي وحشتيني يا امي وفي الجنه باذن الله. شكرا.